يعني قبل سنوات العشرين، يعني قبل سنوات 2020 والسنوات الأولى، يعني كانت المصادرة يعني إجراء قليل جدا، يعني يحاكم الناس يذهب إلى السجن ولما يخرج يجد أمواله تنتظره. ولكن الآن كل الأحكام، يعني أغلبية الأحكام وهي أحكام يعني موثقة وأحكام يعني عادلة، تتم أو تنتهي بمصادرة الأملاك المنهوبة. إذن فحجم واستغلال هذه فائدة الاقتصاد الوطني. إذن هناك نوعين من هناك الأموال التي هربت إلى الخارج لها إجراءات خاصة، وهناك الأموال التي هنا في الجزائر، وهنا القضاء الجزائري يقوم بمهمته على أكمل وجه. إذن فحجم المصادرات منذ سنوات 2020 حتى اليوم يعني حجم كبير جدا، وليس للعدالة أو لأملاك الدولة الاستطاعة على تسيير هذه الأملاك. فلهذا أنشئت، سوف تنشأ هذه الوكالة التي تختص في تسيير هذه الممتلكات. أما فيما يخص بالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، فهنا إنابات قضائية، يعني تصريحات وزير العدل وتصريح رئيس الحكومة أنه هناك أكثر من 200 إنابة قضائية، وهناك دول كثيرة يعني استجابت لهذه الإنابات، وإن شاء الله يكون فيها نتائج طيبة في القريب العاجل إن شاء الله.